بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق شهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال قرينه رب
اعتصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء ولدينا مزيد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليك 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 السلام الذي يشهد له الذي يعلم ما بين يديه وخلف ظهره كل شيء. سعى كرسي السماوات والارض عليه ولا تكن ضعفون عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حمد الحامدين، حمد الشاكرين، حمد الصابرين، حمد يوافي نعمه والكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وسائر اعمالنا التامه، واغفر لنا ذنوبنا عامه ولا تعذبنا يوم القيامه، انك على كل شيء قدير. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداءك اعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ات نفوسنا تقواها، وزكيها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.